صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الله التي خص بها المسلمين دون غيرهم، وهي ليست مجرد عبادة بل منتدى لتداول شؤون الدين والدنيا كما كانت عليه طوال التاريخ الإسلامي. لكن الأنظمة القمعية والديكتاتورية سعت وعبر التاريخ إلى إفراغ صلاة الجمعة من مضمونها وتحويلها إلى منبر يلهج بمدح الحكام الظالمين. فإننا نؤكد لجلالتكم أن شعبكم يشرفه الوقوف خلف قيادتكم الرشيدة صفاً واحداً وبكامل الثقة. آخر تلك الأنظمة القمعية الذي يشن حرباً لا هوادة فيها على هذه الشعيرة هو نظام الحكم القائم في البحرين. فهذا النظام اتخذ مؤخراً سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة التي سعى عبرها لمنع إقامة أكبر صلاة جمعة في البحرين وفي منطقة الدراز. إمام الجمعة فيها آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أسقطت السلطات جنسيته، فيما استدعت خطيبة جمعة الشيخ محمد صنقور إلى النيابة واعتقلت عددا كبيرا من أهالي منطقة الدراز. بعدنا سماحة العلامة الشيخ محمد صنقور حفظه الله، إمام أكبر جمعة للطائفة الشيعية في جامع الإمام الصادق في الدراز، وكذلك منع إمام الجمعة البديل من الدخول للصلاة، وكذلك منع المصلين من الوصول للصلاة. نعلن عن عدم انعقاد الصلاة في هذا الجامع الشريف هذا الأسبوع، والله المستعان. وفي هذا اليوم الجمعة 22 من يوليو منعت السلطات الشيخ الصنقور من دخول الدراز لإقامة الصلاة، فيما اعتقلت عشرات المواطنين أثناء توجههم نحو الدراز لإقامة الصلاة وسط أجواء قمعية غير مسبوقة وتحليق للمروحيات على علو منخفض. هذه المحاربة لشعائر الله لن تعجل إلا بنهاية هذه العائلة المجرمة التي استباحت الحرمات وتجاوزت على المقدسات وأمعنت في قهر البحرانيين وترويعهم وبدعم خارجي، ونسيت بأن الملك يدوم مع الكفر ولا يدوم مع الظلم.